ايها الاخوه المواطنون اخوتي بالولاء والانتماء في كل استحقاق وطني سواء كان هذا الاستحقاق دفاعا بالسلاح او بالراي او بالعمل او استحقاقا دستوريا كنتم دائما تضعون تعريفكم الخاص لمعنى الوطنيه وفي كل مرحله مررنا بها كان تعريفكم يحمل رسائل خاصه سواء للصديق او للعدو تنطلق من ظروف تلك المرحله وتتناسب مع تحدياتها ومع ان رسائلكم العديده لم ينقصها في اي وقت من اوقات الحرب البلاغه والحكمه والوضوح الصارخ بمفرداته والمعاني العميقه التي تحملها السطور وما بين السطور الا ان الخصوم والاعداء اصروا على تجنبها وانكارها كجزء من سياساتهم المبنيه على انكار الواقع وانكار فشل وهزيمه سياساتهم وعدم الاعتراف بانحطاط مبادئهم واخلاقهم وبداوا خلال سنوات مضت وقد اصابهم العمه العقلي فهم يرون بعيونهم لكنهم لا يرون بعقولهم وفي هذا الاستحقاق فان تعريفكم للوطنيه لم يختلف بالمضمون لكنه اختلف بالطريقه والاسلوب وسيختلف حتما بالنتائج والتداعيات وستخترق رسائلكم كل الحواجز والدروع التي وضعوها حول عقولهم وستنقل عقولهم من حاله السبات الارادي التي عاشوا فيها لسنوات الى حاله التفكير القسري فيما يحصل على ارض الوطن فما قمتم به خلال الاسابيع الماضيه لم يكن مجرد احتفالات بمناسبه ولا مجرد تعبير عن اندفاع وعاطفه وطنيتين او التزام بواجب وطني هو المشاركه بالانتخابات الرئاسيه ما حصل يتجاوز كل ذلك بمساحات واسعه ومسافات كبيره ما قمتم به كان ظاهره تحد غير مسبوق لاعداء الوطن بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم وتبعيتهم كان تحطيما لغرورهم وكبريائهم الزائف، وصفعة على وجوه عملائهم وأزلامهم. هذا التحدي هو أعلى درجات التعبير عن الولاء الصادق والعميق للوطن، وهو أقوى مستويات الشدة في إرسال الرسائل المناسبة لأشخاص جلسوا في الغرف المظلمة يحكون الدسائس ويرسمون الخطط ويحلمون بالنجاح على حساب اموالنا ودمائنا وشرفنا وكرامتنا والذين سيندبون حظهم مره اخرى مع امعاتهم لسوء تقديرهم وخطا حساباتهم وقصر نظرهم وعدم فهمهم لحقيقه وطبيعه ومعدن هذا الشعب لقد قلبتم الموازين ونسفتم قواعد اللعبه واكدتم بما لا يدع مجالا للشك ان قواعدها توضع هنا وتصنع هنا وتحدد هنا بايدينا ولا مكان لشركاء سوى للاخوه والاصدقاء لقد اعدتم تعريف الوطنيه وهذا يعني بشكل تلقائي اعاده تعريف الخيانه والفرق بينهما هو كالفرق بين ما سمي ثوره ثوار وما شهدناه من ثوران ثيران هو الفرق ما بين ثائر يتشرب الشرف وثور يعلف بالعلف بين ثائر نهجه عز وفخار وثور يهوى الذل والعار وما بين ثائر يركع لخالقه وثور يخر ساجدا امام الدولار عرفتم الثوره واعدتم اليها القها بعد ان لوث اسمها جزء من المرتزقه وفاقدي الشرف حاملي جواز سفر سوري انقذتم سمعتها واعدتم اطلاقها لذلك ما حصل لم يكن احتفالات على الاطلاق بل كان ثوره بكل ما تعنيه الكلمه من معنى حقيقي لا مجازي ثوره ضد الارهاب والخيانه والانحطاط الاخلاقي ثوره لسان وقلم وعمل وسلاح ثوره عنوانها الشرف ضد كل ساقط ارتضى لنفسه ان يكون مطيه يمتطيها الاخرون ليصلوا بها الى حيث ما يشاءون. ايها الاخوه مواطنون ومواطنات، ان اختيار الشعب لي لاقوم بخدمته في الفتره الدستوريه القادمه هو شرف عظيم لا يرقى اليه سوى شرف الانتماء لهذا الشعب، ليس بالهويه فقط، وانما بالتطلعات والافكار والقيم والعادات. وما يزيدني حماسة وثقة بالمستقبل هو روح التحدي الموجودة لديكم والتي من دونها لا يمكن لحامل المسؤولية من مواجهة التحديات الوطنية الكبرى ومن دونها لا يمكن لوطن القيام بعد عشر سنوات من الحرب إنها القوة الكامنة لديكم والتي تظهر بشكلها الجلي في المفاصل الكبرى والتي تستفزها التحديات وتحولها ارادتكم الى عمل وانجاز انها الطاقه الجباره التي تمد الوطن بالقوه وتؤهله للفوز والانتصار وانا واثق من اننا بهذه الروح المقاتله سنتمكن من هزيمه كل اعدائنا مهما كثرت النزالات واشتدت الخطوب هذه الروح هي ما نحتاجه للمرحل... للمرحلة القادمة وهي مرحلة عمل مستمر ومقاومة وصمود لكي نثبت لأعدائنا مرة أخرى أن محاربة شعبنا بمتطلباته الأساسية وبلقمة عيشه لا تزيده إلا تمسكا بوطنه وب... وبكل ما يرمز إليه وأن هذا الشعب عند الاستحقاقات والامتحانات الكبرى دائما ما اثبت ان الوطن يعلو ولا يعلى عليه ايها الاخوه ايها الاحبه اتوجه بالتحيه لكل مواطن سوري عبر بطريقته عن محبته للوطن في كل مدينه وبلده وقريه سواء عبر المسيرات او التجمعات الشعبيه او بغير ذلك وجهوا التحيه لكل فرد وعائله وعشيره عبروا عن انتمائهم المطلق لبلدهم ورفعوا رايته فصمدوا في الحرب وتحدوا في الاستحقاق وجهوا التحيه لمواطنين في المغترب الذين تكاملوا برسائلهم من الخارج مع رسائل اخوتهم في الداخل ولم تمنعهم المسافات والعقبات من المشاركه بحماس في الانتخابات ولمن لم يتمكن من القيام بذلك لضغوط او لبلطجه تعرض لها نقول له صوتك وصل وبقوه مضاعفه ليس عبر الصندوق وانما عبر الموقف فالرساله للاعداء وصلت والمهمه الوطنيه انجزت عشتم شعبا ابيا لا يقبل الهوان عشتم شعبا عزيزا لا يخضع للضيم ولا ينحني الا لله دمتم ودامت لنا سوريا حره كريمه قويه منيعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته